السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد البسطيلات الصغارين، الحشوة ديالهم اللي سهلة وطريقة سهلة، يعني ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، ماشي كل حاجة نقليها بوحدها، كنجمع كل شيء في خطة واحدة. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي مقلة درت فيها شوية ديال البصلة، هنايا جوج بصلات متوسطين، وعندي فلفلة خضراء وفلفلة حمراء، وثلاثة ديال الريوس ديال الثومة، وسطر ديال الدجاج، ودرت نص كاس ديال زيت الروميه مع الزيت البلديه. وهنايا شعلت صافي العافيه، وغادي نبقى نشحر فيه بشويه، غادي نخلي هذا الشيء يتقلى مع بعضياتهم. هنايا غادي ندير ملحه وشويه ديال التوابل، غادي ندير ابزار وشويه ديال الخرقوم والكمون وغادي نضيف حتى سكنجبير، ما كثرتش بزاف، وشويه ديال التحميره، يعني التوابل على حسب الكميه نتوما اللي درتو ديال المكونات ديال سطر الدجاج وديال الفلفله والبصله. وهنا درت حتى الهريسه، نتوما الهريسه غادي ديرو على حسب اللي كيعجبو الحار يكثر شويه، اللي ما كيعجبهمش الحار يديروا غير شويه ديال الهريسه، كتعطي واحد المذاق زوين. وصافي غادي نخلط كلشي دابا هاد المكونات مع التوابل ونخليهم يتشحروا. كل مره نبقى نحرك في هاد المكونات وكيطلقوا الماء من عندهم، يعني هاد الفلفله والبصله وداك السطر ديال الدجاج. واذا ما عندكمش السطر ديال الدجاج يمكن لكم ديروا الديك الرومي. هنايا غادي ندير شويه ديال لاصوص، لحقاش ما كانش عندي مطيشه الحك، الا عندكم مطيشه الحك ديروا ملعقه ديال مطيشه الحك. وانا هنايا ما كانتش عندي في الدار فعوضتها بهاد لاصوص، حتى به جات زوينه. وغادي نضيف شويه ديال المعدنوس مقطع، كيف ما كتشوفوا المكونات لقات الماء من عندها. انا ما نطفي على هاد الشيء حتى يتشحر مزيان ويطيب هاد الشيء كله وهاد الماء ما يبقاش فيه. وبين ما كنشحر في هاد المكونات درت شعريه الصينيه ودرت عليها ماء سخون، ومن بعد غادي نصفيها ونقطعها وعاد غنضيفها على هاد المكونات. ولا عندكم زيتون مقطع حتى هو غسلوه شويه حيتاش كتكون فيه الملحه وخليوه يتقطر، وفي الاخير نضيفوه حتى هو قبل ما نطفي على هاد المقله، كيعطي واحد المذاق زوين في هاد فهاد الحشوة اللي غادي نعمل بها البسطيلات. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا المكونات كلهم طابو، سطر ديال الدجاج مع الفلفلة ومع البصلة. هنايا ضفت الزيتون المقطع، غادي نخلطو ونخليه يتقلى شوية مع هاد المكونات حتى هو يطلق شوية المذاق ديالو. وصافي ومن بعد غادي ملي غادي نضيف عليه هاد الشعيه نخلط هاد الشيء كله ونصبر عليه شويه كيتقلاو شويه مع بعض، يعني تلق فيه شويه هذاك التوابل هاد المكونات ونطفي عليه. وهاد الحشوه ما نعمر بها البسطيلات حتى تكون بارده، حيت الا كانت سخونه الورقه ديال البسطيل غادي ترتق لكم، فخليو حتى تبرد مزيان عاد عمروا بها الورقه. صراحة جات بنينة، وكيف ما شفتوا طريقة سهلة، يعني كتجمعوا كل شيء في خطرة واحدة والمذاق ديالها زوين، اتمنى تجربوها وتعجبكم. صافي هنايا بعد ما بردات الحشوة ديالنا ضفت عليها الفرماج الأحمر، حكيت عليها شوية ديال الفرماج، وغادي نخلطها مع هاد الشعرية الصينية وهاد المكونات كلهم. وعندي هنايا الورقه كيف ما هذه هي الطريقه اللي كندير بها انا البسطيلات، هذوك البسطيلات الصغار، شي طبسين ولا شي زلافه على حسب الحجم اللي بغيتو ديال البسطيلات، واش صغارين بزاف واش يكونوا متوسطين. انا هنايا الحجم ديالهم جا متوسط، يعني ماشي صغارين بزاف، وكنزيد واحد الورقه لتحت باش ما تقطعش ليا هذيك الورقه كتبقى مجموعه. هنايا كنجمع الورقه ديالي بالبيض، كندير واحد البيضه كنخلطها هكا
وكنجمع بها الورقه. طريقه سهله وما كتاخدش الوقت. صافي كنبقى هكا نجمع في الورقه وكيجيو مجموعين هكا. هنايا كان التليفون وقف ليا فرجعت عاد تاني شعلتو. صافي هذا هو الحجم اللي درت انا متوسط، وغادي نستمر هكا بالستيلات ديالي حتى نكمل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى أهم المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. صافي هنا بعد ما ساليت دهنت هاد الصينية ديال الفران بشوية ديال الزيت، وشعلت الفران حتى سخن، ودخلت هاد البستيلات الفران، شعلت العافية من التحت حتى تحمرت من التحت، عاد شعلت العافية من الفوق. وهنا دهنت شوية هاد البستيلات بالزبدة من الفوق، كتجي هكا لون ذهبي زوين، كيعطي منظر زوين، وجات مقرمشة والحشوة لذيذة. كنتمنى تجربوها وتجربوها وتعجبكم. وصافي هذه هي الوصفة ديال اليوم، ونتلقاو ان شاء الله في شي فيديو جديد. وعواشركم مبروكة، مع السلامة. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى أهم المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى